التفاعل الإسلامي معناه عزة المسلم، معناه سيادة المسلم، معناه أنهم لا يعلموا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني إذا مو مؤمنين وأنتم الأعلون أبدا بالفرالة. فالمهم بالنسبة إلى رجل الدين التفاعل مع المجتمع، ولا نقصد رجل الدين يعني المعمم، كل إنسان يحمل شعورا دينيا ولو تاجر ولو موظف، هؤلاء يجب أن يتفاعلوا مع المجتمع لبث الدين. أما مسألة انظر إلى سافرة المجتمع وقل لها أنت سافرة، وقل لخمار في بلد أنت خمار، وقل لتارك صلاة أنك تترك الصلاة ويجب أن تصلي، هذا بالحقيقة لا في أول يوم كان يداوي ولا في هذا اليوم ولا إلى يوم يبعثون، في الواجب ماشي. لكن مو هذا هو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا معنى الدعوة إلى الله والتعاون في الخير والتعاون على البر والتقوى. معنى كل إنسان يتفاعل مع المجتمع، تفاعل مع المجتمع أردنا التفاعل مع المجتمع على حق الله، وكل شخص ذهب إلى بلده وبلاده وأراد أن يتفاعل مع المجتمع. يعني شلون يتفاعل مع المجتمع؟ يعني يحفظ المجتمع، يجمع المجتمع، يبني مدارس، يتفاعل مع المجتمع. لأنك إذا بنيت مدرسة فيها 1000 طالب يعني وجهت 1000 طالب توجيها إسلامي، وأنك إذا أخرجت مجلة إسلامية شهرية حتى يكون خطا، معناه أن قراء هذه المجلة 10,000 إنسان جعلتهم في خط إسلامي. وأنك إذا بنيت حسينية حية، لا حسينية 10 أيام فقط يقرأ فيها وانتهى كل شيء، وأنك إذا بنيت حسينية حية معناه جعلت خطاً إسلامياً. وكذلك المكتبة وكذلك النادي، المرحوم صلاح عبد الحسين شرف الدين الله يرحمه لنا نادياً بالصور باسم نادي الإمام الصادق، وهو كان مرجع في زمانه، بنا نادي، لأن الشباب لماذا يذهبون إلى نادي الثمار أو نادي الفجور أو نادي الخمور؟ يذهبون إلى هذا، بنا جامعة وبنا نادي وألف كتب طبع منها لعله ملايين، تفاعل مع المجتمع. فمن الضروري التفاعل مع المجتمع، التفاعل بهذا المعنى. إذا تفاعلنا مع المجتمع أخذنا المجتمع، يعني أخذ الدين المجتمع، وإذا أخذ الدين المجتمع نتيجتها السيادة ونتيجتها العزة ونتيجتها التوفيق والتحدث.